السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم التجربة على 100,000 من الدجاج البلدي والمشكل والفيومي والدندراوي والأندلسي من خلطة ولد الشرقية، والحمد لله الصحة في تحسن كبير وإنتاج البيض، والحمد لله الإنتاجية جدا اختلفت ورفع المناعة زاد، وإن شاء الله بإذن الله هذا يعني تصوير صورناه عشان بس الناس تأخذ خلفية عن خلطة ودة الشرقية وإيش النتائج اللي حصلت معانا في المزرعة. هذه أحد المزارع الكبيرة لدينا، مزارع الشريف. شكرا للجميع. هذا الفيومي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا النوع الفيومي المصري البيور، استخدمنا معاه الخلطة والحمد لله الصحة في امتياز، في أشياء أفضل لأفضل الحمد لله. هذا اليوم الرابع من استخدام الخلطة، الحمد لله حيويته زي ما تشايفين، الدجاج كله الحمد لله صحته كويسة، وإنتاج البيض الحمد لله زاد. الحين حوريكم إنتاج البيض. هذه مزرعة الشريف، كان عنده إسهال، طبعا الإسهال وقف الحمد لله، الأمور تحسنت. هذا إنتاج البيض. شكرا لكم وشكرا لك يا ولد الشرقية. هذا ما شاء الله تبارك الله إنتاج البيض هو زاد. هذا إنتاج البيض، هذا صحة الدجاج، هذا إنتاج البيض. هذه استخدمنا له خلطة ودة شرقية والحمد لله الإنتاج فيه زيادة. هذه طبعا إيش عنابر، هذا العنبر فيه 30,000 من الدجاج، الدجاج طبعا مشكل ألماني أبيض، دندراوي، فيومي، أندلسي وبلدي، وبلدي جامبو وبلدي من نوعية أمريكية كمان. شكرا لك يا ولد الشرقية. هذه مزارع الشريف، هذه مزارع الشريف.